بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة إن شاء الله نأخذ Kernel of Homomorphism Rings، نواة الحلقات المتجانسة أو المتماثلة. في البداية خلينا نأخذ تعريف الكيرنل. Definition: Let F be a ring homomorphism from a ring R1 to a ring R2، لتكن F هي حلقة متجانسة من R1 إلى R2. The kernel of homomorphism function which is denoted by kernel F، نواة الدالة اللي نرمز لها بالرمز kernel لل F، and defined as معرفة بالشكل kernel F تساوي لنا مجموعة كل العناصر X تنتمي للدومين ring R1، بحيث ال F لل X تساوي الصفر الموجود بالرينج اللي هو ال R2. In other words، بتعبير آخر، kernel F contains all those elements of R1whose image of the function f is 0 in R2. بتعبير آخر، كيرنل الدالة f تحتوي لنا على كل العناصر الموجودة بالR1 التي صورتها صفر في R2. يعني كل عنصر إذا كان صورته بالكودومين بالرينج R2 صفر، مباشرة راح أخليه ضمن مجموعة الكيرنل. نأخذ مبرهنة ليت الf R1 إلى R2 بأرينج هوموموورفزم، لتكن f هي حلقة متجانسة من R1 إلى R2. Then the kernel of F is an ideal of R1. إذن نواة الدالة F هي ideal بالدومين R1. يعني يجب الإثبات بأن كيرنل الدالة F هي ideal بالدومين R1. راح نفرض قبل الذين وبعدين نحاول نثبت بعد الذين. فراح أجي أفرض هذا الجزء، راح أفرض عندي F من R1 إلى R2 بأرينج هوموموورفيزم، وأجي لازم أثبت الكيرنل لهذه الدالة F هي ideal بالR1. بداية نكتب تعريف الكيرنل F تساوي لنا مجموعة كل العناصر الموجودة بالدومين ال F تأخذها للصفر الموجودة بالR2 بالرينج R2، ولازم أثبت الكيرنل هو ideal بالدومين اللي هو الرينج R1. شنو شروط الideal؟ هي نفسها شروط السبرينج، ولهذا هنا كتبنا بين قوسين السبرينج الطرح وكذلك الضرب بثابت. فأني لازم أختار عناصر تنتمي للكيرنل. بداية يجب أن نثبت بأن الكيرنل لا تساوي لنا فاي، وبعدين نختار عناصر. بما أن الـ F للصفر الموجود بالـ R1 تساوي لنا الصفر الموجود بالـ R2، هذا يؤدي إلى هذا الصفر راح ينتمي للكيرنل الدالة مالتي اللي هي F. بما أنه على الأقل عندي صفر ينتمي للكيرنل F، إذن الكيرنل للدالة F لا تساوي لي صفر. هذا منين جبته؟ هذا معناته شنو؟ لو تلاحظ هنا، إذا كان الـ fx يساوي صفر، هذا يؤدي إلى الـ x ينتمي لكيرنل الدالة f. وبالعكس، إذا كان الـ x ينتمي لكيرنل الدالة f، هذا يؤدي إلى الـ fx تساوي صفر. يعني معناته شنو؟ إذا جبت أي عنصر الصورة مالتها انطتني صفر، مباشرة العنصر وين ينتمي؟ لكيرنل الدالة. وبالعكس، إذا كان الـ x ينتمي لكيرنل الدالة، يعني صورتها صفر، F لأي عنصر إذا انطاني صفر، مباشرة هذا الصفر راح ينتمي لكيرنل الدالة مالتي، كيرنل الدالة مالتي F. وهنا عندي صفر ينتمي للكيرنل، مباشرة الكيرنل لا تساوي فاي. إذا هنا راح أقدر أختار عناصر وأثبت عليها شروط الأيديال. راح أجي أفرض أي بينتمون للكيرنل. زين، إذا كان الأي ينتمي لكيرنل الدالة F، يعني معناته شنو؟ F للأي تساوي صفر. وكذلك إذا كان البي ينتمي للكيرنل، أي عنصر ينتمي للكيرنل، يعني الصورة مالتها صفر، يعني F للبي تساوي صفر. ولازم هسه أجي أثبت حاصل طرحهم وكذلك ضربهم بثابت أيضا موجودة بالكيرنل. زين، أنا شلون أثبت عنصري ما موجود بالكيرنل؟ لازم أخذ الـ F. إذا الـ F مال أنطاني صفر، مباشرة راح ينتمي للكيرنل. أنا هنا أريد أثبت الكيرنل هو ideal، ولهذا الـ A و B اللي ينتمون للكيرنل، متى حاصل طرحهم ينتمون للكيرنل؟ إذا كان الـ F مالتهم انطتني صفر، فراح أجي أخذ أي ناقص B شو وقت ينتمي للكيرنل؟ إذا كان الـ F مالتهم انطتني صفر، فراح أخذ الـ F للـ A ناقص B تساوي هذا السالب، راح يصير F A زائد F سالب B. هذا السالب يطلع خارج الـ F لأن الـ F ماب، فراح يصير عندي F للـ A ناقص F للـ B. F للـ A تساوي لنا شنو؟ صفر ناقص، والـ F للـ B تساوي لنا شنو؟ أيضا صفر، لأن الـ A و B كانت تنتمي للكيرنل، مباشرة الصورة مالتها تساوي صفر، فصفر ناقص صفر تساوي صفر. إذا الـ F للـ A ناقص B انطتني صفر. معناته شنو إذا صورة لعنصر ما انطتني صفر؟ يعني هذا العنصر ينتمي للكيرنل. يا كيرنل، كيرنل هاي الدالة هنا اسمها F، فأي ناقص B راح تنتمي وين؟
لكيرنل الدالة مالتي اف. اذا ثبتت انه اذا كان الاي يو بي ينتمون للكيرنل حاصل طرحهم ايضا تنتمي للكيرنل. هسه اجي اطبق الشرط الثاني بالنسبة للايديال اللي هو الاي ار والار اي. راح اجيب عنصر ار سمول ينتمي للرينج وكذلك اجيب عنصر اي ينتمي للكيرنل، ولازم اثبت الاي ار والار اي اثنيناتها تنتمي لكيرنل الدالة اف. زين اني كيف اثبت الاي ار والار اي تنتمي للكيرنل اذا كان الاف مالته منتظر صفر؟ هسه اجي بداية راح اجيب الار اي اخذ الاف ماله، اذا انطاني صفر مباشرة الار اي تنتمي للكيرنل. فاف للار اي تساوي هذا الار يطلع خارج الاف لان الاف مورفزم، فراح يصير ار اف اي. الار انزلها، الاف للاي تساوي انه شنو؟ الاي هي تنتمي للكيرنل، يعني اف للاي تساوي صفر، فاجي اعوض بدل الاف للاي بصفر، اذا ار في صفر راح تنطيني صفر. اذا الاف للار اي تساوي لي صفر اللي هي هاي. زين الاف للار اي تساوي صفر معناته شنو؟ يعني الار اي تنتمي للكيرنل الداله اللي هي اف. هسه ثبتت الار اي تنتمي للكيرنل، لازم اثبت العكس هسه، الاي ار ايضا تنتمي. راح اعيد العمليه، الاف للاي ار تساوي الار تطلع خارج الاف قلنا، الاف للاي، الاي تنتمي للكيرنل مباشره، الاف للاي تساوي صفر، فصفر في ار راح تنطيني صفر، راح يصير عندنا اف للاي ار تساوي صفر. شنو معناتها اف للاي ار تساوي صفر؟ صوره الاي ار طلعت صفر، يعني الاي ار وين تنتمي؟ للكيرنل بالنسبه للداله اف. اذا برهنا بانه كيرنل الداله هي ايديال. نجي ناخذ مثال على الكيرنل، ليت الاف من زي الى زي مود 6 ديفايند باي اف للان تساوي شنو؟ ان هذا بين قوسين مغلقين، هذا معناته هنا مو كوفلنت كلاس، هذا معناته انه من يوصل للسته يصير مود عندنا، يرجع للصفر. لكل ان ينتمي للدومين زي. Show that f is a homomorphism and then find the kernel of the function f. يقول اثبت بانه هذه الداله f هي homomorphism وبعدين جد كيرنل الداله، نواه الداله f. بدايه راح نجي نثبت الهوموموفيزم او المورفيزم وبعدين نوجد الكيرنل، فراح نجي نفرض عنصرين ينتمون للدومين زي. Then حتى اثبت الهوموموفيزم لازم يحقق عندي شرطين، الاف يتوزع على الجمع وكذلك على الضرب. فاف للان زائدا ام تساوي لنا شنو حسب هذا؟ تساوي ان زائدا ام، وهاي تساوي شنو؟ تتوزع على الجمع، راح يصير الان زائدا الام. الان تساوي لنا شنو هنا؟ اف للان زائدا، والام تساوي لنا شنو؟ اف للام. اذا الاف للان زائدا ام توزعت صارت اف للان زائدا اف للام. هذا بالنسبه للجمع، اما بالنسبه للضرب نفس الحاله، اف للان مضروبه في ام تساوي حسب ما معرف هنا الداله اف، تساوي ان الان مضروبه في ام، الان تساوي ان اف للان، والام تساوي اف للام. اذا قدرت اثبت الشرط الاول والثاني بالنسبه للهوموموفيزم. اذا الاف المعرف بالشكل من الزي الى زي مود 6 هو مورفيزم. هسه نجي نوجد كيرنل الداله اف، طبعا الكيرنل بالنسبه للداله، والداله يجب ان تكون هوموموفيزم. خلي ببالك بالكيرنل يجب ان تكون الداله مورفيزم هوموموفيزم. اذا كيرنل الداله تعريفها تساوي انه مجموعه كل العناصر الموجوده بالدومين اللي هي زي، بحيث الاف لهذا العنصر يساوي لي الصفر. وراح اجي طبعا هذا الجزء الاول كله انزله، الاف للاكس يساوي لي يصير بهذا الشكل، وكذلك الصفر انزله. زين هذا معناته شنو؟ لكل اكس ينتمي للدومين زي الصوره مالتها شوكت تنطيني صفر، صوره الزي مود 6 شوكت تنطيني صفر اذا كانت من مضاعفات السته، يعني 6 12 18 24 وهكذا من مضاعفات الستة. يعني لكل اكس ينتمي للزي يكون شنو؟ 6 ديفايس اكس، يعني الستة يكون شنو؟ من قواسم الاكس. اذا الكيرنل راح يساوي لي شنو؟ اكس تنتمي للزي بحيث من مضاعفات الستة تكون، والاكس احتمال تكون 1 2 3 بحيث تعوض 1 راح يصير 6 في 1 6 مود 6 0، تعوض بالاكس 2 راح يصير 6 في 2 12 مود 6 ايضا صفر، وهكذا يعني من مضاعفات الستة. اذا الكيرنل مالتي طلعت بهذا الشكل اللي هو 6x. نيجي ناخذ بعد نظرية، let f من r1 الى r2 بارينج هوموموفيزم
then f is 1 to 1 if and only if kernel f تساوي لنا صفر. إذا كانت ال f من R1 إلى R2 هي ring morphism then شو يريد من عندنا؟ يقول ال f إذا كان 1 to 1 injective يعني دالة متباينة إذا وفقد إذا الكيرنل لهذه الدالة f تساوي لنا صفر. يعني إذا كانت الدالة 1 to 1 إذا الكيرنل صفر، وبالعكس إذا كانت الكيرنل صفر فإن الدالة هي 1 to 1 برهان باتجاهين بس بالاعتماد على f هو ring homomorphism. رح نجي بداية نفرض ال f من R1 إلى R2 هو b 1 to 1 ring homomorphism، ولازم أثبت we have to show that الكيرنل يساوي لي الصفر بالR1. ليش بالR1؟ لأن احنا عندنا الكيرنل يكون الصبرينج من الدومين. زين حتى أثبت الكيرنل f تساوي صفر، الكيرنل عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة من العناصر. زين أنا صرف في كل مرة أخذ عنصر وأجربه، هل الصورة مالته تساوي صفر وخليه مع مجموعة عناصر الكيرنل؟ أكيد لا. فرح أجي أخذ عنصر نيابة عن كل العناصر الموجودة بالكيرنل، إذا هذا العنصر طلع صفر مباشرة الكيرنل كله راح يصير صفر. فرح أجي أفرض الإكس ينتمي للكيرنل، إحنا قلنا أي عنصر ينتمي للكيرنل يعني الإف لهذا العنصر مباشرة ينطيني صفر، والصفر الموجود بالآر2 تساوي لي إف للصفر الموجود بالآر1. إذن إف للإكس تساوي لي إف للصفر الموجود بالآر1. زين إحنا فرضنا الإف هو 1-1، إذن إذا تساوت الصور تساوت العناصر، إذن الإكس يساوي لنا الصفر الموجود بالR1. إذن هذا الإكس اللي أخذته طلع صفر، بما أنه الإكس إحنا أخذناها نيابة عن كل العناصر الموجودة بالكيرنل وطلعت هذه الإكس صفر، إذن الكيرنل بالكامل صفر. conversely هسا نجي نثبت العكس، رح نفرض كيرنل الدالة تساوي لنا صفر، ولازم أثبت الإف هي 1 to 1 دالة متباينة. زين كيف أثبت الدالة F هي دالة متباينة؟ لازم نأخذ صورتين ونثبت العناصر متساوية. أخذت صورتين لعنصرين بR1 بالدومين FX1 تساوي FX2، ولازم أثبت الـ X1 يساوي X2. بداية هذا الـ F أحوله للطرف الأيسر يصير FX1 ناقص FX2 تساوي لي صفر الموجود بالR2. ليش R2؟ لأن إحنا بالـ F نشتغل ولهذا هذا R2. ال f هو مورفزم اذا نقدر اسحبه، فراح يصير f x1 ناقص x2 تساوي لي صفر. يعني ال f لعنصر ما انطتني صفر، معناته شنو؟ يعني هذا العنصر ينتمي للكيرنل، يعني ال x1 ناقص x2 تنتمي للكيرنل والكيرنل مالتي تساوي صفر. فراح اجي اخذ ال x1 ناقص x2 تساوي صفر، اضيف x2 للطرفين، هذا راح يتحول للطرف الايمن ويصبح عندي x1 تساوي x2. إذن أخذت صورتين لعنصرين مختلفين وساويتهم وطلعت العناصر متساوية، إذن الدالة f هي 1 to 1. إذن متى تكون الدالة 1 to 1؟ إذا كان الكيرنل لها تساوي صفر، وبالعكس إذا كانت الكيرنل لدالة ما تساوي صفر فأن الدالة هي 1 to 1. هنا إن شاء الله ننهي المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.